السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشني. يا رب تكونوا بخير، كل سنة وانتم طيبين. امبارح تسوعة والنهاردة عاشورة. انا طبعا هعمل المهلبية بالفواكه. مهلبية بالفواكه، ادي اللبن وادي برتقان وجوافة وادي النشا وادي جيلي جيلو. دلوقتي بقى هحط الجوافة والبرتقال في الخلاط. هضربهم في الخلاط. بدل ما احط مية هحط لبن، لان مش هدخلها مية خالص. دي ايه؟ المهلبية بتاعت عاشورة. ده اللبن، هقوم ضربه كده في الخلاط. انا ضربت دلوقتي الجوافة والبرتقال في الخلاط، حطيتهم اهو في الحل. حط كام معلقة نشا اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. ده النشا بتاعنا. احط حبة بالينيا، احط السكر، طبعا الجيلي مش هحطه الا في الاخر يا حبيب قلبي. اقوم حط عليه بقية اللبن كده، انا كنت شايلاه في الفريزر. هقلب كده برضو كده واحطه على النار، بس ما بياخدش وقت. انا احط جيلي مكان الفراولة، مفيش فراولة. معلبك كده وهحطه على النار بقى. هوريكم بعمل ايه. طبعا يا حبايب قلبي انا ولعت، انا هحط ايه على نار هادية. افضل اقلب كده، هقلب اجيب المضرب دوت طبعا احسن، ميخليش كلكع ولا حاجة. عاشورة كل سنة وانتم طيبين. كان امبارح تسوعة برضو، في طبيخ اللي عنده بطة، اللي عنده فرخة، اللي عنده لحمة يطبخ. كل سنة وانتم طيبين، ربنا ما يقطعلك عادي يا رب. يا حبايب قلبي المهلبية بتاعتنا مسكت نفسها، خلاص هدفع عليهم بالفواكه. مهلبية بالفواكه يا حبيب قلبي. ريحتها قلب النضج، جميلة جدا جدا جدا. أنا صايمة صايمة امبارح النهاردة، وهدخل في يوم الخميس إن شاء الله. يسوع وعاشورة وادخل فيهم الخميس. بيقول لك احلى ايام
الصيام، الصيام حلو قوي. ادي يا حبيب قلب المهلبية بتاعتنا خلصت، جميلة جدا، ريحتها قلب المطبخ زي الفل، شهي ريحتها تشد على الاكل. انا صايمة بس شم الريحة فاقعة. بسم الله ما شاء الله، تحفة تحفة تحفة، مهلبية بالفواكه. انا طبعا بشكر اللي بيتفرج على الفيديو بتاعي جدا 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 من بعد ربنا طبعا. وانا ما تنسوش الجرس وما تنسوش اللايك يا حبايبي، انتوا ما بتنسونوش صح يعني. يا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم يا حبايبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.